السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة صحة وجمال. برحب بكم النهاردة في حلقتنا الجديدة معاكم من مشاكلنا مع أمراض المخ والأعصاب، ومشاكلنا مع الجهاز العصبي، ومشاكلنا مع العمود الفقري. يسعدنا أن احنا دايما بنلتقي بكم ونتواصل معكم من أجل المعلومة الجيدة، من أجل القرار الصائب، من أجل الأعراض لازم نفهمها علشان ازاي نتعامل مع المرض. احنا بنصحح مفاهيم وبنصحح معلومات ربما تكون مغلوطة، لكن ده مهم جدا ان احنا نعمله، لان وظيفتنا احنا مش بنعمل دعاية لحد ولا دعاية لانفسنا. احنا كل بنعمله ان احنا بنحاول ندي نصيحة يمكن انسان يستفيد بيها، يمكن واحد قبل ما يدخل في هذا المرض او هذه المشكلة ربنا ينجيه منها، ويبقى ده يعني انجاز وفضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا من علينا ان احنا ساعدنا بني ادم ان هو يحسن من اموره ويحسن من حياته. احنا النهارده هنتكلم جزئين مهمين جدا في الحلقه بتاعتنا. الجزء الاولاني، والحقيقه ده بناء على يعني طلب من احد اهل المرضى عندي، بنتكلم بنقول ان احنا مشاكل المخ والاعصاب بقت كتيره جدا، وللأسف الشديد قلة التوعية بتاعتنا بتؤدي ان احنا بنعاني كتير جدا من هذا الكلام. واوضح واكبر مثال على ذلك الاطفال حديث النمو اللي هم بيجيلهم ضمور في المخ، او الاصابات بالتشنجات، او ضعف الجهاز العصبي، وما يتبعه من مآسي بقى قلة الحركة وعدم الكلام وعدم المشي وضمور في العضلات وتيبس في المفاصل وقرح في الفراش. حاجة يعني موضوع صعب جدا، وهذا الموضوع يا جماعة من المواضيع التي يمكن تجنبها. يعني هل معقول يمكن تجنب هذا الكلام؟ ممكن تجنبه. احنا رسالتنا النهارده اللي هنتكلم فيها في الجزء الاولاني ده لكل ام حامل، لكل دكتور امراض نساء بيتابع او بيعرف، او لكل دكتور اطفال حديث الولاده، لازم نهتم بهذه النقط وهذه الجزئيات. الحقيقه قضيتنا في الحياه مش ان احنا طفل كان في بطن امه ننزله الدنيا. الحقيقه ما الموضوع ما هوش كده خالص. المفروض عندنا بفضل ربنا وبإذن الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذا الطفل زي ما ربنا خلقه كده جميل وكامل، إن هو ينزل لهذه الدنيا بشكل صحي، بشكل مش مرضي، ما يبقاش عالة على أسرة العمر كله، ما يخليش ناس تلف حوالين نفسها سنين طويلة جدا من عمر هذا الطفل. الحقيقة كل أسرة عندها طفل أصيب ناتج عن إساءة في التعامل مع الأم الحامل، أو مع لحظة الولادة، أو ما بعد الولادة، أو حدوث صفرة للطفل قبل ما بعد ما يتولد مباشرة، أو وجود اختناق أو نقص في الأكسجين، هذا الكلام خطير جدا، خطير ومش عايزينه يحصل، لأن التوابع بتاعته والعقبات بتاعته يعني أقل حاجة فيها كبيرة. يعني ساعات بنوصل لمرحلة ما بقاش فيه أمل إن احنا ممكن نخف، أو ممكن يبقى عندنا وسيله للعلاج او الشفاء. فطبعا الكلام ده اللي انا بقوله مهم جدا. طيب ايه هو دور الام؟ يعني ايه دور الام الحامل في الحمل بتاعها؟ نمره واحد، الام الحامل يعني في فتره الحمل بتاعتها احنا بننصح دايما بالمتابعه الطبيه الجيده، بالتغذيه الجيده، بعدم التعرض للاشعاعات، بعدم اخذ علاجات تضر بالجنين. فبالتالي انا لما بلجا للدكتور بتاعي، والدكتور بتاعي هو اللي بيقول لي ان كان الدواء ده كويس ولا لا، حتى قرص الريفو الاسبرين الصغير، حتى قرص الاسبرين الصغير، حتى الفيتامين، حتى الفيتامين، يبقى لازم برجع للدكتور المعالج بتاعي هو اللي هيقول لي ايه الصح وايه الغلط. عندنا مفهوم خاطئ ان الام سخنت شويه تاخد مضادات حيويه، وتاخد حاجه للبرد، وتاخد حاجه لنزلات البرد. الكلام ده كله كلام مش مظبوط. التعرض للكيماويات خطر جدا برضو، من ضمن الاخطار في الاكل نفسه، المواد اللي هي اللي احنا بنسميها الفاست فودز والاطعمه السريعه، فيها نسبه من الكيميكالز والمعلبات الكنز والحاجات دي كلها، دي فيها كميه كيماويات عاليه جدا تؤدي الى تغير في تكوين الخليه المكونه للجنين. هذا الكلام يهمنا جدا ان احنا نفهمه علشان نتكلم بعد كده لما يبقى عندنا بيبي وعندنا جنين نقول عليه ايه الصح فيه وايه المرض اللي فيه. في معانا اتصال؟ مين معانا؟ الو، اهلا يا منى. ايوه ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا يا فندم. اهلا لو سمحت يا دكتور بالله عليك تفيدنا. اتفضلي يا ماما. معايا دكتور جوزي عامل في شهر واحد ضيق في القناه العصبيه في الفقره الثالثه والرابعه والرابعه والخامسه. اه الكلام ده يوم 17/1 وبدا يا دكتور من بعد عمل العمليه بدا حس بالتعب ثاني. اه رجعنا طبعا للدكتور اللي هو عمل له العمليه، راح ايه عمل لنا طلب رنين. طلب منا اشعه رنين. تمام. عملنا يا دكتور اشعه رنين ظهرت فيها، هو ما قالناش بس ايه، رحنا عند دكتور ثاني قالنا فيها يا دكتور الفقره الرابعه والخامسه لسه فيه انزلاق عامل ضيق في القناه العصبيه. تمام. بس يا دكتور هو تعبان ورجله الشمال ما قدرش يحركها. تمام. ويعني والله يا دكتور دخنا في دكاتره اسيوط دخنا وتعبنا يعني. لا الف سلامه يا حاج. الله يسلمك يا دكتور. الف سلامه. حاضر. عينيا الاثنين، عينينا الاثنين. الجزء الثاني كان من حلقتنا النهارده اللي احنا هنتكلم فيه على الارتجاع الغضروف، يعني ايه كلمه واحد عمل عمليه وبترد عليه تاني عشان يعمل عمليه. يمكن مدام منى خلتنا نبدا في هذا الموضوع دلوقتي وهنقول عليه، يعني ايه واحد عمل عمليه في شهر واحد وفات 4-5 أشهر وهو ما زال يعاني وما زالت المشكله قائمه، ونعمل اشعه نلاقي ان فيه ما زال الغضروف موجود في الرابعه والخامسه. اول سبب من الاسباب التي تؤدي الى ارتجاع العمليه نمره واحد، في البدايه التشخيص ما كانش مظبوط قوي، ممكن يبقى عنده ضيق في القناه، ممكن يبقى عنده انزلاق غضروفي، بس كان معاه حاجه تانية وهي ما تسمى زحزحه فقريه، او ان الفقره المفصل بتاعها يبقى متاكل او المفصل سايب. الحالات اللي بيبقى فيها المفصل متاكل او سايب او الفقره ضعيفه لازم نعمل حاجه اسمها دعامات للعمود الفقري، وده اللي انا بتكلم فيه دايما وبقول دعامات العمود الفقري جزء اساسي النهارده من جراحات العمود الفقري، بتقلل نسبه الخطوره من 80% الى 10% واقل من ذلك. فبالتالي النهارده مدام منى هو عمل عمليه وعنده غضروف تاني وضيق في القناه، لازم نتاكد ان مش موجود عنده حاجه اسمها زحزحه في الفقرات، او مش موجود عنده تاكل في المفصل، عشان ما يعملش العمليه ويرجع يرد عليه تاني اشد من الاول. فبالتالي لو هيعمل عمليه يبقى لازم يتعمل له دعامات في العمود الفقري تقوي العمود الفقري. وطبعا يفضل ان انت ابعتي لنا الاشعات او يجي لنا بالاشعات نقدر نشوف ونقول لك القرار المظبوط ايه، احنا نعملها له او غيرنا يعملها له ما عندناش مشكله، بس نقدر ناخد القرار المظبوط اللي هيؤدي الى ان شاء الله نتيجه كويسه بامر الله. استاذ احمد. السلام عليكم. اهلا يا استاذ احمد، اهلا بيك حبيبي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. معاك احمد سعد اللي جه لحضرتك بخصوص هرمون اللبن. اهلا يا احمد، اتفضل. ابني الله يسلمك. ازي حضرتك؟ ان انا جيت لك بخصوص كنت عامل اشعه بالرنين المغناطيسي ومجال اثار، وجيت لحضرتك العياده وكان نسبه الهرمون 71. نسبه الهرمون ايه يا حبيبي؟ 71 هرمون اللبن. فحضرتك اديتني ان علاج لاكتوديل. كان عندك مشكله في الغده النخاميه يا احمد مش كده؟ اه يا فندم. ايوه ايوه. حضرتك اديتني عليها جلاكتوديل مع حقنه فيتامين. المهم يعني مش هنذكر اسامي علاجات على الهواء يا احمد، اتفضل قول مشكلتك ايه. نعم. ايه المشكله يا احمد؟ مشكله حضرتك ان جات لي النوبه اللي قلنا لحضرتك عليها، جات لي 3 مرات امبارح. انهي نوبه يا حبيبي؟ يا احمد انا مش فاكرك يعني، عشان كده ايه يعني ركز معايا، ايه النوبه؟ نوبه تشنجات وصرعه يعني؟ لا اللي هي حضرتك التوهان، نسبه التوهان يا فندم. اه الوالد قال عليها لحضرتك ان انا انت يا ابني بتاخد علاج بقالك قد ايه؟ بتاخد علاج بقالك قد ايه؟ نعم بتاخد علاج بقالك قد ايه؟ علاج حضرتك؟ ايوه علاج حضرتك باخده بقالي 20 يوم، انت قلت لي خد لمده شهر. طب يا ابني لما تتم الشهر بتاعك ابقى عد علينا نشوفك واحكي لي كل اللي انت عايزه يا حبيبي، بس كمل علاجك لمده شهر يا حبيبي. كمل علاجك يا حبيبي لمده شهر. المشاكل بتاعت الهرمونات يا جماعه مهمه جدا، ومشاكل الغده النخاميه دي، الغده النخاميه دي بنسميها المايسترو بتاع المخ. ساعات كتيره جدا في ناس بيجي لهم وخاصه في الستات او في الشباب الصغير لخبطه في الهرمونات معينه بتبدا تعلى تبدا تلخبط. في البنات والستات بيعمل لهم مشاكل في الانجاب، لخبطه في الدوره، عدم انتظام في الدوره الشهريه، ممكن تيجي نوبات كتيره جدا 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 ومرات تتقطع عنهم خالص. في ساعات يحصل انقطاع للدورة أكتر من 3 و4 و5 سنوات متواصل. ساعات يبقى الواحدة حملت قبل كده وبعد كده ما ينفعش تحمل تاني، أو بتحاول في الحمل ما فيش محاولات ناجحة في الحمل. فبالتالي بنعمل هرمون البرولاكتين بتاع الغدة النخامية مع بعض الهرمونات بتاعة الوظائف بتاعة الغدة النخامية ونطمن عليها ونشوف. في حالة زيادتها عندنا احتمالين، الاحتمال الأول إنها تيجي بالعلاج زي حالة أحمد كده، ممكن يتعالج ويجيب معاه نتيجة، بس دايما علاجات الهرمونات بتاخد
وقت شويه من 6 شهور الى سنه لحد ما الدنيا تستجيب وتتظبط معانا. في ناس تانية بتبقى القضيه بتاعتها ان احنا الهرمونات نتيجه لوجود ورم او تضخم في الغده النخاميه. فالغده النخاميه لما بيبقى فيها تضخم فيها ورم بتحتاج مننا ساعات عمليه، وبتتعمل بالمناظير من الانف او بتتعمل من داخل الفم كده من جوه، بندخل بالمنظار ونقدر نشيل الورم او التورم او الغده النشطه الموجوده دي ويرجع البني ادم الى حالته الطبيعيه تاني. بس احنا ما بنحددش عمليه او غير عمليه الا بناء على الاشعه الرنين المغناطيسي ونسبه الهرمونات الموجوده في الدم عندنا. في معانا اتصال. استاذه سناء. ايوه اهلا يا سناء، اتفضلي. ايوه ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا عندي تعب في عندي التهاب في العصب الخامس. ايوه. وخدت العلاج لمده 3 شهور ورجع لي التعب تاني بعد العلاج ما خلص. لألف سلام. انت عندك كام سنه يا سناء؟ انا عندي 58 سنه يا دكتور. وزنك زياده؟ ودلوقتي حصل لي شعطان في دماغي، في حرقان في دماغي من فوق جامد. وبيحصل لي زي نوبات غيوبه غيبوبه كده. طيب. يعني حاجات سريعه كده. عندك سكر ولا حاجه يا مدام سناء؟ لا عندي السكر وعندي الضغط. عندك سكر وضغط. طيب وزنك اخباره ايه، زياده؟ لا انا وزني 90. زياده يا ست سناء؟ عندي زياده في الوزن شويه. طيب حاضر، هجاوبك حالا. هجاوبك حالا. العصب الخامس هو من الاعصاب الحقيقه اللي لما حد بيجي بيشتكي لي بالالم بتاعه ببقى اعذره جدا. يعني الالم بتاع العصب الخامس من أسوأ انواع الالام. يعني احنا يمكن في تجربه عمليه في يوم من الايام عملناها جينا بنقيس الالم. هو طبعا احنا عندنا بقى في اجهزه تقدر تقيس الالم كده، زي الجهاز اللي بيقيس شده التيار الكهربائي والحراره والكلام ده كله، او زي نشاط كهربه المخ اللي ما بنقيسها النهارده باجهزه. الالم لما بيجي بنقدر نقيسه، لقينا الام العصب الخامس من أسوأ انواع الالام، يمكن بتزيد على الام الولاده. تتخيل الالم اللي بيجي في الوش بتاع العصب الخامس اكتر من الم الست اللي بيجيها ولاده وتقعد بتصرخ ماليه الدنيا صريخ والناس كلها اتلمت عليها. وبعض الام الصداع النصفي الشق اللي احنا بنسميه كلاستر هيدك، ده نوع من انواع الصداع العنقودي الهيدك النصفي، صعب جدا، وعند حدوثه المريض بيحس ان هو عايز يجيب حاجه ويقطم دماغه نصين، يقول لك بس افلق دماغه نصين كده واستريح من شده الالم. فالالم بتاع العصب الخامس شديد قوي. طيب علاج العصب الخامس ايه؟ اولا مده العلاج بتاخد من 6 شهور لحد سنتين. فبالتالي يا مدام سناء ما ينفعش اسمي خدت العلاج وخفيت ووقف العلاج، لا، لازم اخد العلاج لمده يعني تصل الى من سنه لسنتين وابدا اعمل ايقاف تدريجي للعلاج. دي نمره واحده. الحاجه الثانيه من اكثر الحاجات اللي بتزود التهاب العصب الخامس هو الضغط العالي، لان بيبقى اكتشفنا ان سبب رئيسي اكثر من 80% من حالات الام العصب والتهابات العصب الخامس ان في شريان في المخ ورا الودن كده. الشريان ده بيبقى نازل عامل زي اللوب كده، زي حاجه زي الحبل، كانه حبل ساقط كده، وقاعد مع كل نبضه والضغط لما بيعلى النبضات بتزيد قوي، قاعد بيخبط ويرزع في العصب الخامس، يعمل فيه تاكل في الماده الدهنيه المحيطه بالعصب الخامس، وبتعمل كهرباء عاليه جدا بتيجي في الوش. فبالتالي علاج الضغط مهم جدا، وعلاج السكر، لان السكر في مريض السكر بيبقى اكثر عرضه لالتهاب الاعصاب الطرفيه، ومن ضمن الاعصاب الطرفيه هو العصب الخامس. في ناس تانية بيبقى عندها نوع من التهاب، سخونية في راسها، تحس بغليان فوران في الدماغ، مش طايق راسه أو مش طايقة راسها، طول اليوم عايزة تجيب مية باردة وتدل دماغها بيه، ساعات يا صاحبه زغللة في العينين، ساعات دوخة، ساعات وجع في الرقبة والكتاف. ده بيبقى ناتج عن حاجة تانية اسمها التهاب الأعصاب الناتج عن قصور الدورة الدموية المخية. ده مهم جدا، وده كتير الحقيقة، ناس كتيرة جدا، وبيبقى أكتر في السيدات، وبيبقى أكتر في المرحلة اللي هي مع انقطاع الدورة وبداية الخمسينات، يعني دي الوقت اللي بيبقى فيه هذا المرض شديد جدا وله علاجه. يعني في معانا اتصال. استاذة منال. السلام عليكم. اهلا يا منال، اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا بيك. لو سمحت يا دكتور، انا لسه كنت بكلم حضرتك عن اللي كنت بتكلمه دلوقتي. انا بحس بألم شديد جدا في دماغي. ايوه. والسخونية، والألم بينزل على الرقبة من ورا. تمام. شديده جدا، بالاكتاف بالام شديده جدا من الرقبه من ورا بالاكتاف. تمام. وبتنزل على اسفل الظهر بالام برضو. تمام. ورجلي اليمين بتوجعني جدا لدرجه ان انا ساعات ما اقدرش امشي عليها. عندك كام سنه منال؟
انا عندي 35. 35 سنه. اخبار وزنك ايه؟ لا مش عادي يعني. هو عادي. بتشتغلي؟ لا. ست بيت. في مجهود كتير شيل حط كلام من ده؟ يعني مش عارف. الحمد لله. كنا بنشيل على راسنا قبل كده؟ ايوه فعلا. طيب بصي بقى، الالام اللي بتبقى بتيجي تمسك الدماغ وساعات بيبقى معاها سخونيه، فوران، غليان، الراس بتغلي. في ستات بتقول ما بعرفش حتى احط المشط في شعر راسي. في ستات بتشتكي ان شعرها بيقع بكثره. ايوه فعلا شعر بيقع فعلا. سليم؟ في أيوة. ناس كتيره جدا تلاقي ان الالم يبدا يمسك الرقبه من ورا وينزل على الكتاف بيشنج جداً الرقبه. جدا جدا. بالظبط كده يا مدام. طيب عملت اشعه على رقبتك يا منال؟ لا بصراحه. طيب مطلوب من حضرتك حاجتين هتعمليهم. بنقوم أيوة. عاملين اشعه عاديه ابيض واسود على الرقبه الاول، منظرين امامي خلفي وجانبي، وبنعمل أيوة. كمان اشعه رنين على المخ علشان نطمن على الدوره الدمويه المخيه، لان نسبه كبيره جدا من مشاكلنا هي جايه نتيجه لايه؟ ان الدوره الدمويه في المخ قلت، وصلت الى هذه المرحله، فالدماغ بقى بيغلي. احنا ساعات كتيره جدا لما بنشوف المريض او بنسمع دماغه بنحس كان بابور جوه بيوش. ايوه فعلا فعلا. بس على طول على طول يا دكتور في دماغي على طول وش شغال. تمام يا استاذه منال. فانا بقول لحضرتك اعملي دماغي فعلا. انت منين يا منال؟ انا من القليوبيه. من القليوبيه. بصي يا منال، اعملي اشعه عادي وبتعلينا في اي وقت يا منال، ان شاء الله هنكتب لك علاج يريحك جدا. الموضوع بسيط جدا، بس زي ما بقول موضوع يعني بينكد على الناس حياتها. يعني في ناس لا بتعرف تنام ولا بتعرف تقعد ولا بتعرف تاكل ولا بتعرف تذاكر لعيالها ولا عارفه تعمل اي حاجه بسبب الغليان والفوران اللي ماشي في دماغهم. حاجه اخيره بقولها في النقطه دي، من فضلكم اللي عنده ده ما يهملش فيه وما يسيبوش، لان انا في عندنا مشكله الناس ما بتاخدش بالها منها، وهي ان في ناس كتيره جدا نتيجه لقصور الدوره الدمويه المخيه بعد شويه مع زعله مع انفعال تدخل في جلطه في المخ. الكلام ده خطير ومهم. فبالتالي انا المقدمات بتاعته لو قدرت امنعها، المقدمات بتاعته لو قدرت اعالجها، يبقى انا وصلت المرحله. ها زي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه بتاعتنا النهارده، الوقايه خير من العلاج. يبقى ما سيبش الدنيا لحد ما تسوق مني زي المريض اللي هيجي له جلطه. طب المريض اللي هيجي له جلطه ده احنا بنبقى عارفين مسبقا ان ده هيجي له. يعني هو ده مش علم غيب، ولكن هو علم واقع. احنا بنربط الاحداث ببعضيها. لما يبقى حد عنده ضغط، عنده سكر، وزنه زياده، نسبه دهون زياده في الجسم، دهون زياده في الدم، انفعالات مستمره، عصبيه زياده، في وجود انيميا، خناقه، مشكله صغيره، هوب قفشت العمليه، جات لنا جلطه، اللسان ما بيتكلمش وتقلف اللسان، الايد وقفت تقلت، مش عارفين نمشي، البول بيسيب مننا، دخلنا في متاهات كتيره ملهاش اي لازمه كان ممكن الوقايه منها والوقايه قبل حدوثها. بنرجع للجزئيه اللي احنا بدانا بيها، بس أنا يعني اتخذنا منها شويه بس بنرجع لها تاني. قصه الطفل اللي بيتولد، انا دايما بقول العمر لحظه، واللحظات اللي هي اثناء الولاده ما بعد الولاده بتكلفنا كتير جدا من حياتنا. يعني الدكتور اللي بيسيب الام قاعده تحزق لمده يوم ويومين، انت مستني ايه؟ العيل لو بسرعه ما اتولدش بطريقه طبيعيه او ما كانش يبقى بقيصريه، انت عملت ما جبتش طفل، انت جبت انسان ما عندوش خلايا دماغيه، انت موتت الخلايا بتاعت مخه. المخ بتاعنا ما يستحملش نقص اكسجين اكتر من 5 دقائق، في الاطفال ممكن يستحمل نص ساعه اللي هم لسه في بطن امهم. طب انت خنقته، مفيش اكسجين داخل، مفيش دم بيغذي المخ، اذا وصلت لفين؟ وصلت الى ما يسمى في ضمور في خلايا المخ. ندخل بقى في المشكله. اتولد عنده طفل، يبدا الاول ما يش عارف ياخد نفسه، يبدا بعد كده محطوط في حضانه، لا ده احنا مش لاقيين حضانه، ده الحضانه بتكلفنا في اليوم مبلغ وقدره، الحضانات بتجيب التهابات رئويه، الطفل عجله التهابات رئويه، الطفل جات له نزلات، الطفل بعد شويه اصفر. شوف انا بقول لك السيناريو اللي بيحصل، علشان البدايه كانت في ايدينا بس احنا اهملناها او ما خدناش القرار المظبوط. يبقى اذا الطفل ده ما سيبوش عشان ما يعذبنيش ويتعذب جنبي طول العمر بعلاجات وادويه. يفضل الطفل الطبيعي بيجي على سن 6 شهور هيبدا يقعد، على سن 8 شهور بيبدا يلاغي، على سن سنه بيقدر يقف، على سن سنه ونص بيمشي. الحاجات الطبيعيه دي كلها مش بنلاقيها في الاطفال. يفضل الطفل نايم سطيحه واهله قاعدين بيشيلوا بيغيروا ويجروا من دكتور لدكتور وعلاج طبيعي ومش عارف ايه، خراب بيوت وتدمير نفسيه، والطفل في الاخر ما بيتصلحش، او اذا كان بيتصلح بنسب
تتفاوت على حسب نسبة الضمور في خلايا المخ. ودايما انا اهم حاجة عندي لما بشوف طفل اقول له تعالى الاول نبدأ اعمل لي رنين على المخ ورسم مخ علشان اشوف نسبة الضمور في الخلايا، لان لو الضمور في الخلايا وصل ل 40% الى 50% خلاص العلاج هنا ملوش قيمة، ولازم نبقى عارفين كده. احنا بندي علاجات بس كده ايه عشان يلين العضلات ويقوي الحركة وكده، لكن الاطفال اللي نسب الضمور في المخ اقل من 30% نسبة شفاء بتاعتهم بتعلى كل ما نسبة الضمور بتقل. يعني اللي عنده ضمور 5 و10% ممكن في خلال 4-5 سنين بيرجع طفل طبيعي بنسبة 100%، يقدر يمشي ويتعلم ويدخل في تعليم عالي عادي جدا ويدخل مدرسة طبيعية. في معانا اتصال. الو استاذ صابر. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا صابر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي، اتفضل حبيبي. انا كنت تعرضت لحادثة وحصل عندي كسر في الفقرة 12 القطرية. ايوه. عملت عملية تثبيت في الفقرة النهاردة، بقالي 6 شهور. أيوة. فكنت مركب قسطرة داخلية. في حركة في رجليك يا صابر؟ بدأت الحركة وشلت القسطرة الداخلية. كويس خالص، تمام. وبدأت أحس بالبول والبراس يعني حاليا. كويس جدا الحمد لله. ما عنديش غير إن الرجل هي بتتني بس، ولما بتجلد بتنيها بتني الرجل، هو ده اللي بيحصل عندي. فعايز أشوف إذا كان في عملية ثانية ممكن تتعمل او ايه حلها تاني. انت منين يا صابر؟ من جنة. من جنة. بص يا صابر، احنا دلوقتي فات 6 شهور على العملية، هنعمل اشعة رنين جديدة على الايه؟ على الحبل الشوكي. هنعمل اشعة رنين جديدة علشان نشوف. أيوه. بس بقى الاصابة اللي في الحبل الشوكي اخبارها ايه، وصلت لفين. في عندنا علاجات كتيرة جدا بتساعد ان الحبل الشوكي يشتغل طالما ان الحبل الشوكي مش مقطوع. طالما ان الحبل الشوكي مش مقطوع في علاجات بتنشط الخلايا انها تشتغل وتؤدي الى نتيجه كويسه جدا يا صابر. هو قالوا لي يا دكتور حضرتك ان انا ما عنديش قطع في الحبل الشوكي، تعال فيه يا حبيبي تهتك. يا ابني انت ما فهمتش كلامي، ما انت ما فهمتش يعني انت لو بتركز هتسمع الكلام هتفهمه. انا بتكلم الناس كلها بقول ان احنا بيبقى عندنا نتائج كويسه طالما ما فيش قطع في الحبل الشوكي. انت النتيجه عندك بتتحسن، اعمل اشعه عشان نشوف الاصابه اللي في الحبل الشوكي الكدم او التهتك اخباره ايه، وصل لفين، لو انت بتدور على علاج وعايز تكمل علاجك يا حبيبي. الوقايه خير من العلاج، ده العنوان اللي احنا بنتكلم عليه. فبالتالي انا النهارده بقول لما انا بشتكي من اعراض، حد بيشتكي من صداع، بيشتكي من زغلله، بيشتكي من ترجيع او قيء مره واثنين وثلاثه وخاصه فتره الصبح او مجرد ما بيصحى من النوم، الكلام ده هو لا لازم يلفت انتباهنا بسرعه جدا وخاصه في السن الصغير. روح اعمل اشعه. في ناس تقول لك لا 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 الا الاشعه. طب ليه الا الاشعه؟ ده انا بطلب اشعه علشان اقول لك اعمل اشعه عشان نشوف ايه الموجود. احنا مش هنعمل نخبي راسنا في الرمل لحد ما يبقى عندي مشكله كبيره جدا. ممكن يبقى الموضوع بسيط جدا، شويه التهابات، انيميا، ممكن يكون زياده في ضغط المخ، ممكن يكون بدايه ورم، ولكن كلما كنا بدري كلما كان هذا الوضع افضل. يعني انا لا انسى ان في حقيقه طفله جات لي من بورسعيد وعندها صداع وطفله بترجع، يعني طلبت من اهلها اعملوا لي اشعه رنين على دماغها. الحقيقه امها مش عايز اقول لك اللي عملته، كان ساعتها العياده كنت بروح بورسعيد والعياده بتاعتي بورسعيد، والحقيقه شعب بورسعيد انا بعشقه جدا، يعني ناس شعب بورسعيد واهل دمياط ناس محترمين جدا في تعاملي معاهم على مدار اكتر من 17 سنه، ناس في منتهى الروعه. الحقيقه الام يومها في العياده مش عايز اقول ايه اللي حصل، صرخت وعبت العياده صريخ، ازاي تقول على بنت نعمل لها اشعه كانه قلت حاجه وحشه، اعملوا لنا اشعه يا جماعه. المهم مشيت ما سمعتش كلامي وراحت لدكتور تاني ودكتور اطفال ودكتور اعصاب وادي علاجات وحاجات للترجيع، لدرجه انهم عملوا للبنت مناظير وقالوا لها شفت بقى ده عندها قرحه في المعده هي اللي عامله المشكله. قعدت تتعالج من المعدة 6-7 شهور. كنت انا في الوقت ده نتيجه للاحداث دي ما عدتش بروح بورسعيد عشان الظروف في الطريق والسفر وكده. لقيتهم جايين لي بيها من فتره قريبه جدا لا يتعدى 3-4 اشهر، جايين البنت تاني نفس الاعراض. يا جماعه جايبينها تاني ليه؟ احنا ما خفناش. طيب روحوا اعملوا اشعه تاني. تاني هتعملوا اشعه. عملوا الاشعه ورجعت البنت عندها ورم قد كده في الغده في الغرفه الخلفيه من المخ في المخيخ، ورم قد كده، وعندها ميه في المخ وبدا يحصل لها ضمور في العصب البصري. يبقى اذا لو كنا من بدري عملنا الاشعه قبل ما يفوت 6 شهور 7 شهور ما كناش وصلنا لده. عملنا العمليه والبنت اتحسنت جدا
بس برضو مش زي ما كنا نعملها في الاول. يعني نفسي ان احنا نوصل لمرحله لما يبقى في شكوى اعمل اشعه، الاشعه ما فيهاش ضرر. في معانا اتصال. حاجه سيده. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي يا فندم. الله يخليك دكتور. لو سمحت. لا علي الصوت شويه مدام سيد لو سمحت بعد اذنك. دكتور انا والله انا معليه صوتي على الاخر والله. طيب سامعك اتفضلي يا فندم. حضرتك انا بتكلم عندي لا اله الا الله، عندي فقرات في رقبتي، كنت شايله يعني زمان من كذا سنه كده من 12 سنه شلت حاجه تقيله على دماغي. ايوه. فحصل عندي زي ما اعرفش هم قالوا ساعتها مزق في ظهري، فانا ده مأثر عليا لغايه دلوقتي. وحضرتك عملت من 3 سنين اشعه على رقبتي، لقيت عندي خشونه في فقرات رقبتي كلها وتآكل الفقرتين الاخرانيين في رقبتي. فاخدت علاج وعملت علاج طبيعي فبقيت كويسه الحمد لله، بس دلوقتي ما بقدرش اشيل اي حاجه بايديا الاثنين، الوجع بيجيلي في ظهري من اقل حاجه. في تجميل في الايدين يا مدام سيده؟ ايوه، وكنت عامله قبل كده بتاع ده تسليك عصب في ايدي اليمين قبل كده. تمام تمام. دلوقتي في ايديا الاثنين في تنميل جامد ووجع في صوابعي الصغيرين الاثنين. طيب. الصغيرين. عملنا اشعه رنين مغناطيسي جديده مدام سيده قريب؟ لا والله انا لسه عامله اشعه من يومين يا دكتور على العمود الفقري. لا الدكتور قال لي عندك غضروف وعندك الفقرات بتاعت رقبتك الظهر كلها مضغوطه. دي اشعه عاديه؟ اه اشعه عاديه. اه طب انت منين حاجه سيده؟ من اسكندريه. اسكندريه. لا بص أيوة. بس تكل انا بنصح حضرتك اعملي اشعه اسمها رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه، نعمل رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه ونعرضه على اي حد من اساتذتنا الافاضل الاجلاء في اسكندريه المتخصصين في جراحات العمود الفقري. ده مهم جدا. ليه بقى؟ حكايه القصه القديمه الخشونه وبدايه تاكل في الفقرات، دايما العمود الفقري البدايه لما بتحصل فيه ما بتقفش بتكمل. التاكل اللي كان موجود عندي من 10 او 12 سنه النهارده بيبقى تاكل في الغضروف، تضغط على العصب ويبقى اختناق. كتير جدا من الناس نتيجه للاعراض دي الاعراض بتسمع في الايد وتعمل تنميل وخدلان. اول حاجه نعملها وخاصه مع دكتور العظام يوم قايل لك ايه، انت تعالى نعمل لك تسليك عصب، هنعمل رسم عصب هتلاقي رسم العصب بيقول ان في اختناق، تعالى هنعمل تسليك عصب. نعمل تسليك العصب ويظل الالم كما هو، حتى لو استريحت شويه من تاثير المخدر والمسكن اللي انا باخده لكن بعد شويه بيرد عليا تاني. لا لازم نطلع فوق نبص على فوق. اعمل لنا حضرتك مدام سيده اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه واعرضيها على اي حد من الاسد. لو طلع في ضغط او في اختناق او في غضروف ضغط على العصب ساعتها العمليه بتبقى افضل. يعني بنعمل عمليه والعمليات النهارده احنا بنعملها بالمنظار وبالليزر، امكانيات عاليه جدا، نتائج في منتهى الجمال في الدنيا. بنعمل عمليه واستبدال غضروف وساعات بنعمل دعامات وتثبيت في الفقرات العنقيه او القطنيه، ما عندناش فيها مشكله. والمريض بيقعد معانا يوم وتاني يوم بيخرج بالسلامه وبعد اسبوعين بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا. ما نسيبش نفسنا لحد ما يحصل ضمور في الحبل الشوكي ونعمل العمليه ونقول ايه هو احنا ما خفناش لسه بعد 6 شهور ليه؟ ما خفناش بعد سنه ليه؟ لو حصل ضمور في الحبل الشوكي احنا برضه هنعمل عمليه علشان الحبل الشوكي ما يضمرش بالكامل، ولكن النتائج بتاعتنا عمرها ما هتبقى زي اللي احنا بنعمله في البدايات او في الاول. طيب الحالات اللي هي عندها ضغط على العصب هل كل واحده يعمل عمليه؟ لا طبعا. احنا بنقول 80 الى 90% من الانزلاق الغضروفي العنقي او القطني يتعالج علاجين وبالعلاج، الا اذا كان ضغط على العصب جامد جدا او كان منفجر او بدا يحصل تاكل في الفقرات والفقرات اتحركت من مكانها او بدا يحصل مضاعفات زي ان البول بدا يسبقنا، المشط بتاع الرجل بقى يتكعبل، بقينا بالشبشب بيتخلى من غير ما بنحس بيه، فقدان للاحساس والاتزان، هي دي الاعراض اللي تخليني اقول لك لا العمليه وجبت خلاص. طيب اللي هيمشي بالعلاج في مريض الرقبه لازم يا مدام سيده يلبس رقبه. ناس كتيرة جدا بتزعل من حكايه الرقبه دي. لا ما تزعلوش. احنا لما نلبس رقبه ده بيفرد الفقرات، ودايما انا بنبه تكون الرقبه بلاستيكيه وليست اسفنجيه. في ناس بتستسهل بتقول لك الرقبه الاسفنجيه يعني طريه عشان الجو حر، لا ده الرقبه الاسفنجيه بتولع الرقبه الحقيقه وبتزود العرق جامد جدا، وفي نفس الوقت ما هيش علاجيه ما بتعالجش. يبقى اذا انا ما استفدتش منها حاجه لو انا استعملتها بدون ما احصل منها على نتيجه، انا اتضريت وضيعت وقتي على الفاضي. لا انا بفضل الرقبه البلاستيكيه ونبدا نمشي بكورسات علاجيه.
الرقبة دايما لو هتيجي بالعلاج بنمشي فيها ثلاث كورسات. الكورس الاولاني هناخد علاجات مع لبس رقبة. الكورس الثاني ده بيستمر شهرين، الكورس الثاني هناخد علاجات ونلبس رقبة ونعمل علاج طبيعي. الكورس الثالث هنبدأ نوقف العلاج الطبيعي، هنخلع الرقبة تدريجيا ونبدأ نقلل في الجرعة العلاجية، وهكذا إلى أن يتم بأمر الله تعالى الشفاء. يبقى قضيتنا النهاردة كلمنا في الجزئيتين، الجزئية الأولانية الوقاية. المريض يا جماعة اللي بيجي له نوبات صراعية ويروح لدكتور يقول لا لا دي تشنجات حرارية ما ياخدش علاج، لا. النهاردة اللي اكتشفنا ولقينا ان اللي بيجي له تشنجات حرارية لما يكبر هتجيله تشنجات الكبيرة كمان، فبالتالي لابد من العلاج المبكر، لان لو اتعالجنا مظبوط من سنة سنتين ثلاث سنين لحد خمس سنين بنخف تماما وبيبقى الموضوع انتهى مدى الحياة، لكن لو اهملناه ممكن يرد علينا يختفي واحنا صغيرين، لكن يبدأ يجي عند 12 سنة و14 سنة و20 سنة وبنشوف ناس اكبر من كده. هذا الكلام مهم جدا وخطير جدا لازم ناخد بالنا منه. المريض اللي بيعاني من كهربة المخ يا جماعة لازم ياخد علاجه بمواعيد ثابتة، يعني المواعيد لما اقول لك كل 8 ساعات كل 6 ساعات يبقى بالساعة، ونظبط كلنا البيت الساعة بتاعته علشان ميعاد العلاج بتاع المريض اللي عندنا وناخد علاجنا. المحاذير مهمة جدا، ما يجيش واحد يبقى عنده زيادة في الكهرباء بتاع المخ طول النهار قاعد قدام الكمبيوتر وقدام التلفزيون والموبايل شغال، ما ينفعش. الكلام ده كله بيضر بالمرض، بيزود الكهرباء بتاع المخ وبيعمل اضطراب في الكهرباء بتاعة المخ. طيب ايه الحاجات اللي فيها وقاية تانية؟ مشاكلنا مع العمود الفقري اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي عنده كسر، اللي عنده زحزحة فقارية، اللي عنده ضيق في القناة العصبية، اللي عنده غضروف، يا جماعة الحاجات دي ما بتجيش الا اذا توفرت مجهود زيادة عن طاقة العمود الفقري، العمود الفقري ضعيف ما بيشيلش. رقم ثلاثة ان احنا نعمل حاجة غلط، بمعنى انا حاجة تقيلة جدا بيشيلها اتنين، لا ده انا عايز اشيلها لوحدي، طب شلتها بطريقة غلط والعمود الفقري كان عنده ضعيف لان انا عندي نسبة هشاشة عالية او في خشونة وتآكل في المفاصل، لا، الوقاية ان انا وزني يبقى كويس، نشيل بطريقة مظبوطة، الغذاء والاكل يبقى مهم جدا. هذا الكلام خطير جدا يا جماعة، مهم جدا. وجبة الاكل بتاعة الاطفال بتاعتنا نهتم بيها، البعد عن المواد الكيماوية في اكلنا وشربنا. الاطفال نرجع لسندوتش الجبنة وسندوتش العسل وسندوتش البيض، الحاجات الطبيعية بتاعتنا. النهاردة الناس كلها اكلها يعني اللحوم مصنعة، الجبن مصنعة بشكل فيه نسبة كيميكالز عالية جدا، وللأسف بتؤدي الى مشاكل كتيرة جدا. احنا عايزين نرجع لبعض كده، هنبص على كام اشعة عشان اوريكم مشاكلنا في العمود الفقري بتبقى جاية ازاي. احنا كنا بنقول ليه واحد بيعمل عملية وليه العملية بترد بعد كده، يعني العملية ليه بترد، ليه المريض بيجي له انزلاق غضروفي والغضروف بعد كده بيبقى شديد عليه. عملنا العملية يمكن ما تعملتش بطريقة مظبوطة ازاي. احنا النهاردة معظم التدخلات بتاعتنا بنتكلم على الجراحات الميكروسكوبية والتدخلات العلاجية الدقيقة. الجراحات العادية النهاردة بنعملها بس نسب نجاحها بتبقى أقل، فدايما بنفضل دايما الجراحات الدقيقة والجراحات الميكروسكوبية والمناظير. الحاجة التانية إن المريض وهو بيعمل العملية العمود الفقري بتاعه تعبان، لازم أعمل دعامات، لا ده في أحدث بقى من كده. طب إذا كان عنده هشاشة واتقال لك ما ينفعلوش عملية، لا بينفع له عملية. النهاردة بنركب حاجة بنسميها مسامير اللي هي قابلة للحقن، في أجهزة مستوردة جديدة جميلة جدا، يركب المسمار ونعمل حقن فيه مادة أسمنتية وأكريليك يبدأ يمسك جوه الفقرة. المسمار لو شلت المريض منه كده ما يتخلعش، بيبقى جامد جدا وقوي جدا، بيبقى مكلف شوية ولكن في الآخر ده حل للناس اللي ساعات ما بنلاقي لهمش حل. فبالتالي لو أنا محتاج دعاماتي بعمل دعامات. الجراحات كلما كانت أدق وكلما كانت أفضل. المريض بعد العملية مش لازم تنزل يا سيدي تشيل وتحط، ما أنت طول عمرك بتشيل، ريح شهرين وبعد كده هتبقى كويس جدا. انا دايما بعد العمليه بتاعتي بقول للمريض امشي من بعد ست ساعات من العمليه، لكن توطيه وشيل بمنعه لمده شهرين علشان ناخد راحتنا علشان الموضوع يتحل بشكل صح. هنبص بسرعه على كام اشعه كده مع بعض بعد اذنكم. بص كده، دي الايه الفقرات، دي الفقرات ودي اسمها الغضاريف. لما الغضروف يوصل دي اسمها القناه العصبيه اللي هي لونها ابيض دي، لما القناه العصبيه تتقفل كده وكده يبقى اذا هنا العلاج الدوائي مش هيجيب نتيجه، لا. هنا الفقرة زي ما كان أخونا اللي بيتصل لك، الكسر في الفقرات دي فقرات عنقية حصل فيها كسر،
نتيجه برضو لعلاج طب عربي، شد الرقبه، شدوا الرقبه فوق وتحت، الرقبه اتخلعت من بعضها، ضغطت على الحبل الشوكي، الحبل الشوكي ده ما اتقطعش، يعني لسه ما زالت القناه العصبيه موجوده اهي، ولكن بقى مضغوط جامد جدا. عملنا ايه في العمليه؟ هنشوف اشعتها بعد شويه. فردنا الفقرات، رجعنا ديت معادن وثبتناها، ورجعنا فتحنا من ورا، سلكنا الحبل الشوكي وعملنا دعامات. ساعات كتيره جدا بنشوف المنظر ده، الناس تروح تتكوي بالنار للاسف الشديد، يتكوي في ظهره، يتكوي في رجله، ها ديت بقى يعني احدث شويه، قال لك بنعمل تشريط وحجامه وندخلها بقى في قصص. ده كوي بالنار وده حرق بالنار، معرفش ازاي اتحرق ده، ده حرقوه بنار، جابوا صفيحه كده سخنه على ظهره، قال ايه عشان تشيل عرق النساء وريح الانس والتهاب العصب والكلام ده كله. ما ينفعش الكلام ده، روح نعمل خزام. والله الكلام ده حقيقي وبيحصل النهارده، كل يوم بنشوفه. خزام مره هنا عمله وما نفعش، قال لك لا يعيده هنا يمكن تنجح ان شاء الله. الفقرات اللي كانت مكسوره وتعبانه، ما هي لما عملنا الدعامات هين فردت وبقت جميله وزي الفل. لكن لما اسيب الفقره المكسوره اللي زي كده، الحبل الشوكي هنا يحصل فيه ضمور، فاحنا مش حابين دايما نسيب الحبل الشوكي. الغضروف لما بيترك يا جماعه يبدا يعمل تاكل في العظم، ده اللي بنسميه التاكل. حبيت اوري الصوره دي عشان نقول يعني ايه التاكل. يبدا لون العظم نفسه يتغير، يبيض بهذا الشكل وبعد كده يسود ويتاكل، يبقى العظمه هنا الفقره ما عادتش كامله، ناقصه الحته دي واللي تحتها ناقصه الحته دي، حصل تاكل في الفقرات والفقره بدات تسيب. الكسر اللي احنا سبناه وبعد شويه عايزين نفكر نعمل له عمليه لقيناه كده، شايفين بقى عامل ازاي؟ ما عادش ينفع عمليه لان المريض ده فقد الحركه في رجليه وحصل ضمور كامل وقطع للحبل الشوكي في المنطقه الخلفيه. فاذا حتى لو جيت اعمل العمليه النهارده، لان الكسر ده قعد 5 سنين سايبينه والرجل بتضعف، يقول لك اصل احنا خايفين الا يتشل. طب ما هو اتشل من غير اي حاجه، سيبناه لحد ما احنا اللي شلناه بايدينا. مشكله كبيره جدا ساعات بتواجهنا جوه الحبل الشوكي وجوه العمود الفقري، ان ممكن يبقى فيه اورام او التهابات. الايام دي بنشوف حاجات كتيره جدا شبيهه بده كده، بتبقى عامله زي الخراج، خراج داخل العظم نفسه، او ساعات بيبقى ورم واخد نفس الشكل. ها الاشعه العاديه ساعات بتبقى مهمه، بتبين بقى الفقره متاكله، فقره متزحزحه، الفقره دي كويسه، الاشعه العاديه مهمه. لكن ده جهاز الدعامات بقى، التثبيت بقى بتاعنا، في اجهزه احدث من ده هوريكم صورها دلوقتي. ده ارجع الثلاث فقرات هما اللي كانوا سايبين من بعض كل فقره في حته، لا بترجع الى اصلها والى طبيعتها. الانزلاق الغضروف المنفجر ليس له علاج الا العمليه، وده ممكن نعمل له عمليه جراحه بالميكروسكوب الجراحي او بالمنظار ويتشال. لو الفقره ثابته ما نعملش دعامات، لو الفقره ضعيفه نعمل دعامات ونستريح ويبقى مره واحده. ده الالتهاب اللي جوه الفقرات اهون، بوري لك اشكال تاكل، ها تاكل غضروف اهو، الفقره اتزحزحت من مكانها اهون، غضروف وفقره متزحزحه، غضروف، بوريك نوعيات كتيره الحقيقه طبعا نظرا لضيق الوقت. هنا بقى التاكل، بص فقره اتنين تلاته، تلات فقرات بدا يحصل فيهم السواد ده والتاكل ده، احنا مش عايزين نشوف المنظر ده تاني يا جماعه. طبعا يعني الحقيقه يعني الوقت بيجري معاكم بسرعه جدا، واحنا استمتعنا جدا بحلقتنا معاكم، نتمنى دايما ان احنا نتواصل مع بعض. في نهايه حلقتنا قبل ما نختم، بنسال الله الشفاء والعافيه لجميع مرضانا، نسال الله الشفاء والعافيه لكل مصاب، نتمنى له الشفاء والسلام. بس بنقول دايما يعني ما خلق الله من داء الا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فضلكم تعالى نحل المشكله عند اللي يعرف يحلها، بلاش نعقد الامور اكتر مما هي معقده. فدايما اللي يعني يهتم بمشاكل العمود الفقري هو جراح للعمود الفقري، ما نروحش بقى لاي تخصص تاني، ولا واحد يقول لنا حقنه، ولا واحد يقول لنا جهاز، ولا واحد يقول لنا خزام، ولا الكلام الفاضي ده كله. احنا عايزين نمشي صح علشان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، لا يعرفوا الا من فقدها. نتمنى لكم جميعا الصحه والسعاده والعافيه، نستودعكم الله ونلقاكم على خير الاسبوع القادم في نفس الميعاد مع بعض يوم الاحد في ميعادنا الساعه 1 ظهرا ان شاء الله. نتمنى لكم الشفاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.